نتجه إلى مارك لي محلل الأسواق المالية في إيكويتي جروب ينضم إلينا. أسعد الله مساءك بكل الخير مارك. عندما نتحدث عن بيانات المخزونات الأمريكية إلى حد كبير كانت قد جاءت متباينة، كيف ترى تأثيراتها على الأسعار؟ مساء الخير. نعم، كنا أمام أسواق مثيرة للاهتمام هذا الأسبوع. ليس هناك سبب لإثناء المراهنين على صعود السوق. أي تراجع يبدو فرصة للشراء، هناك رغبة في الدخول وشراء المؤشرات. من الناحية البنيوية الأسواق الأمريكية ستسجل أرقاما قياسية، لكن كما هو الحال في التداول الأمر مرتبط بالتوقيت. التقليص هو الكلمة المستعملة في وسائل الإعلام، وكان هناك حديث عن أن الفيدرالي قد يقلص دعمه النقدي. من السابق لأوانه تحديد عملية خروج من الجائحة، فنحن وسط الجائحة ونتعامل معها، وخاصة عندما تنشأ المشاكل. جيمس بولارد من الفيدرالي أكد وبسرعة أننا لن نرى تكرارا لأزمة 2013 والحديث عن التقليص. في نهاية المطاف هناك نمو في أصول ذات مخاطر عالية، هناك فوائد منخفضة، هناك سياسة نقدية قوية، وهذا الأمر يعني المزيد من احتمالات الصعود في أسواق الأسهم التي تتمتع بمرونة كبيرة، وهذا أمر يجب أن نراقبه بحذر. نحن تجاوزنا الانتخابات الأمريكية المثيرة للجدل وما زلنا عند أرقام قياسية. لدينا سلالة جديدة من الفيروس تضغط على المعنويات، لكن اللقاح مهم هو يظل فاعلا، وبالتالي الأسواق ستظل تتمتع بالمرونة. بالنسبة للأسواق ما يهددها هو العملية الانتقالية. الرئيس ترامب أقيل للمرة الثانية الليلة الماضية ورئاسته تقترب من نهايتها، وهناك التركيز على بايدن الذي سيحدد طموحات إدارته في وقت لاحق اليوم بحدود السابعة مساء بتوقيت محلي. هناك تقديرات تشير إلى تحفيز بتريليوني دولار إضافية، والتعليقات صادرة عن بايدن سترحب بها أسواق المال. رأينا بايدن يتحدث عن خطط ديسمبر الماضية على أنها سلفة. أنا أعتقد أنه سيلتزم بكلامه وسنكون أمام تحفيز سخي سيحصل عليه الشعب الأمريكي. هذا الأمر سيترجم على شكل أسواق أسهم أعلى، وهذا الزخم سيستمر طوال العام برأيي. طيب، دعنا نتحدث عن أو قبل الانتقال إليك، دعني فقط يعني نظرة على أسعار الذهب كيف تتحرك اليوم. الذهب كان تعرض لضغوط مؤخرا، وخصوصا مع الارتفاع الذي شهدناه في عوائد السندات الأمريكية. اليوم يبدو بأن الأسعار تستقر بالقرب من 1850 دولار. يعني طبعا الذهب 1950 اقترب من 1800، الآن يحاول الاستقرار بقرب من هذه المستويات. برأيك اليوم يعني كيف ترى التحركات، التراجعات هل هي فقط للمدى القصير، وما هي توقعاتك للمدى الأطول؟ كانت بداية العام صعبة بالنسبة للذهب، لكنه هو يستقر نوعا ما، وهو استقر في الجلسات القليلة الماضية. من الناحية الفنية عدنا إلى معادلات وسطية متحركة مهمة، والأسعار تعزز بين أدنى مستوى في نوفمبر وأعلى مستوى الأسبوع الماضي. طبعا هناك شكل فني مهم للدولار، كان هناك كسر للقناة الهابطة صعودا، وهناك مقاومة تحولت إلى دعم، وقد نشهد تحولا في سعر الدولار، وهذا الأمر سيضغط على أسعار الذهب. من السابق لأوانه القول أن هذا الارتداد في الدولار هو تغير في الاتجاه، وبالتالي لابد من التداول على ما يحصل ولا ما سيحصل. الذهب يعزز مراكزه بانتظار إشارات من الأساسيات.
وهذه استراتيجيتي على المدى القصير. أنا أتداول بين 1830 و1860، أبحث عن الفرص على المدى القصير والتحركات الفنية. أما على المدى البعيد فرسالتي هي لا يجب أن نحارب الفيدرالي. الفيدرالي كان واضحا بخصوص زيادة التضخم، وإحدى الطرق البسيطة لتشجيع التضخم هي خفض الدولار الأمريكي، وبالتالي التضخم المرتبط بالتكلفة، الزيادة في أسعار المستلزمات. هذا الأمر سيجعل المستهلكين يتحملون زيادة في التكلفة. إذن الذهب مدعوم بذلك، وخاصة أن الفيدرالي لديه المرونة تجاه مستهدف التضخم واستهداف المعدل الوسطي عوضا عن استهداف 2%. ننتظر المزيد من التفاصيل من بايدن الذي سيتحدث عن خطط التحفيز المالي. إذا كان التحفيز أكبر من المتوقع، هذا الأمر سيعني توقعات تضخم أعلى والمزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي، وهذا بدوره سيدعم قيمة الذهب المقوم بالدولار. على المدى البعيد أنا أتوقع صعود الذهب، وسنختبر المستويات المرتفعة التي وصلناها في نوفمبر تشرين الثاني، ولا بد من التحلي بالصبر وانتظار المزيد من الإجراءات من بايدن، وأيضا مراقبة التقليص الذي سيتحدث عنه رئيس الفيدرالي اليوم. اليوم هو يوم مهم بالنسبة للأساسيات، ننتظر أي تفاصيل بخصوص الدعمين النقدي والمالي، وهذا الأمر سيمهد الطريق أمام الاتجاه البعيد المدى لأسعار الذهب. شكرا مارك ليم، محلل أسواق المالية في إكويتي جروب.